السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد ودرس متجدد من دروس الكفايات اللغوية السادس والمسمى بالدراسات البلاغية والنقدية كما تعلمون للصف الثالث الثانوي، المسار الإنساني ومسار تحفيظ القرآن الكريم. سيكون درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى مراجعة لبعض النماذج من نماذج النقد التطبيقي للقصة، بعد أن أخذنا مراجعة في الدرس السابق لمقاييس نقد القصة. وللاستزادة سيظهر أمامكم الرابط ويمكنكم تتبع هذا الرابط لأخذ الدرس الأساسي ومتابعته. في البداية سيظهر لكم خريطة الدرس كما عودناكم في الدروس السابقة حتى يتسنى للطالب الربط بين عناصر الدرس وبين المكان الذي يتم الشرح عليه. في البداية سيكون التمهيد بإذن الله سبحانه وتعالى على شكل سؤال بسيط يقول: منذر أنذر قومه وليس من الإنس ولا من الجن. في الحقيقة قصص القرآن كثيرة ومعانيها كثيرة وأمورها كثيرة، وكتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما ذكرنا لكم وكما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا المنذر طبعا كثير من المشاهدين أتوقع سيتوقع أن هذا المنذر هو الهدهد. نحن لم نقل رسول أرسل أو نقل رسالة الإيمان إلى المشركين الذين كانوا في مملكة سبأ هناك، لا، ولكن نقول منذر أنذر قومه وليس من الإنس ولا من الجن. هو حقيقة منذر بسيط، ولكنه يعني وضع في هذه الآية، وإن الله لا يستحي يعني يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طبعا هذا المنذر هو كما يظهر أمامكم هذه النملة، ووردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، من يتذكر في أي قصة؟ طبعا معلوم من ذلك أنها وردت في قصة، نعم صحيح، قصة سليمان عليه السلام في سورة النمل. قال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن هذا الرسول أو هذا المنذر الذي أنذر قومه نجا بسببه أمة من النمل، هو نملة، تلك النملة البسيطة التي نادت في قومها. والحقيقة أردنا أن نذكر ذلك لنذكر لكم أن كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بالقصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قصص للعبرة ولتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وليعرف الناس مدار الأمم التي دارت عليه، وليعتبروا وليتذكروا وليتفكروا. هذا كله في كتاب الله سبحانه وتعالى. سيتكون أهدافنا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس أهداف طبعا واضحة، بما أنه نموذج من نماذج النقد التطبيقي. سنستعرض معكم قصة قصيرة من القصص الغير محللة حتى يعني تسمى لنا أن نطبق معايير نقد القصة عليها، بما أننا في طور المراجعة. وأيضا بإذن الله سبحانه وتعالى سنقوم بتحليلها ونطبق عليها مقاييس نقد القصة. سنبدأ معكم كما تشاهدون في خريطة الدرس في قراءة القصة القصيرة، والتي بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون بعنوان الشاعر بصير، وهي الكاتب يحيى حقي. في هذه القصة بإذن الله سبحانه وتعالى سنستعرضها معكم وسنبدأ في قراءتها سويا. قال الكاتب في هذه القصة، سنستعرضها حتى يتسنى لنا عند تطبيق المقاييس أن نعرف المناطات التي أنيطت بها تلك المقاييس. قال: انتهى الشاعر الهائم إلى ضفة الغدير واستقر على حجر يتيم، ترك نفسه على سجيتها فأعانته على حل أغلال الزمن. هنا طبعا تشاهدون هنا بعض التشبيهات وبعض الاستعارات التي يعني وضعها هذا الكاتب لهذه القصة، والتي عنوانها بالشاعر بصير. قال: وحنى عليه الإلهام فسمى إليه، طفقت اليمامة تراقبه من غصن شجرة قريبة، وكانت قد انقطعت عن شدوها حذر الإنسان الغشوم. طبعا عمم هنا لأن الحمامة يعني كائن جاهل يعني في رأيه، وهذه حقيقة طبعا من العجماوات التي لا تفقه، فترى أن أي إنسان هو قد يكون غشوما تخشى منه. فلما أحست أنه الشاعر الموهوب، طبعا أو الشاعر الموهوب،
طبعا هنا طبعا كما قلنا لكم، بعض القصص تكون يعني مصادر الحوادث فيها الخيال كما ذكرنا لكم، وذلك لأنه كأنه يعني يتكلم كلام. الآن سيكون حوار هناك بين اليمامة وبين هذا الشاعر الذي جلس على ضفة الغدير. فلما أحست أنه الشاعر الموهوب، زفت إليه أجمل التغاريد، أسلمت إليه المعاني والأنغام والألفاظ قيادها، بريئة من الزيف والخداع. ولكن أين القلم؟ يعني هنا أخوف، يعني هناك أنه هنا فجوة بين الاستطراد الذي استطرده في القصة في الوصف وبين بداية حدث من أحداث القصة. ولكن أين القلم حتى يسطر ما يختلج في طوايا نفسه؟ جال شعاع مقلتيه في الفضاء، فلما مر بالشجرة هبطت اليمامة من غصن إلى فنن. والفنن طبعا كما تعلمون هو الغصن المستقيم، لذلك سميت أفنان، يعني من أسماء الإناث أفنان، أي يعني أغصان. وهتفت به: سلمت، ماذا تريد؟ اتجه إلى الصوت وابتسم وقال: هل لك يا أختاه أن تسعفيني بريشة من جناحك أسطر بها الوحي الجميل. طبعا استعارة الوحي هنا بمعناه اللغوي، طبعا ليس بمعناه الاصطلاحي. الوحي أي ما يجول في خاطره وما يأتي إلى مخيلته. قالت اليمامة: اليوم يومي وليس عندي غير طلبتك، وهانت ريشة من جناح مثلها عندي كثير. وهبطت إليه الريشة مع النسيم. لم يكد الشاعر يكتب بالريشة كلمتين أو ثلاثا حتى ضاق ذرعا ببطئها فاستعجلها فانقصفت بين أصابعه. ثم قال، يعني هنا انتقل للقول: أيتها الأخت الحنون، هلا أسعفتني بريشة أخرى؟ نزعت اليمامة ريشة بعثت بها إليه كأنها قبلة. هنا يعني تصوير يعني عاطفي يعني لهذا المشهد. وكان مصيرها مصير الريشة الأولى، يعني انقصفت بين يديه كما قال. وتتتابع تتتابع، انظر إلى هنا ثلاث تاءات، سبحان الله العظيم، يعني عمق اللغة العربية. وتتتابع عطايا اليمامة للشاعر، ثم تهلك بين يديه واحدة بعد أخرى. ما هي التي تهلك؟ طبعا الريشة وليست اليمامة. حتى قال لها وهو ضجر يعلو صدره ويهبط، يعني كأنه كان في حالة يعني كما سماها هو حالة الإيحاء إليه بهذا الشعر، طبعا يوحي إليه بالشعر، يعني يأتي في مخيلته أو في نفسه. وهذا هو المعنى اللغوي: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. يقصد بذلك أي يعني يجول في خاطره أو يخبر به أو ما يعرف لغويا. قال يعني ريشة أو ريشة أخرى، أي يعني هذه يعني هناك محذوف في هذه الجملة، بما أنه قال ريشة، أي يعني يقصد أعطيني ريشة أخرى، عجلي عجلي. انظروا إلى هنا تتابع الكلمات، هذا سيأتي معنا في الحوار، كأنه يعني يريد منك أن تعرف وتيرة هذا الصوت ونبرته. ثم ثلاث نقاط: ثم قال لم يبق في جناحها، أو قال يعني الكاتب: لم يبق في جناحيها سوى ريشة واحدة صغيرة رقيقة، وخشيت أن يستخفها النسيم ويبتعد بها. فهبطت اليمامة إلى الأرض كأنها تهوي من شاهق، وسعت إليه متهالكة تحمل عكازها بمنقارها، وارتمت عند أقدامه تلهث بجراحها. وافتر الشاعر عن ابتسامة الفرح، أعاد للكون وديعته بعد أن صبغها بألوان نفسه الغنية. وطأطأت اليمامة رأسها وقد غمرتها سعادة لا حد لها، وضمت إليها بقايا جناحيها العاجزين وجمعت شجاعتها، ومدت له طوقها وسألته بعيون تفيض محبة وحنان: ماذا كتبت؟ قصيدة. طبعا هنا انتقالات الخط هذا اللي ترونه هنا، وأقول أن الكاتب في القصص دائما يضع له يعني يضيف على علامات الترقيم بعض المعاني يعرفها قارئ القصة. قالت: ماذا كتبت؟ قال، هذا الشرطة تكفي من انتقال من شخص إلى آخر، قال: قصيدة. فهنا شرطة أيضا أخرى: قالت فيما، أي في ماذا هذه القصيدة؟ فمنحها وجها تفيض عيناه بهجة وبشاشة ويقول في التغني بجمال الطير وهو يسبح بجناحيه في جو السماء. هكذا أنهى هذه القصة بهذه المفاجأة عندما أهلك ريشها، وقال في التغني بجمال الطير وهو يسبح بجناحيه في جو السماء. نبدأ معكم كما تشاهدون على خريطة الدرس بنقد القصة.
وسيظهر أمامنا أيضا المحتوى البياني والمحتوى النقدي لمقاييس نقد القصة في الرسم البياني الذي أمامكم، حتى يسهل علينا الربط بين تلك القصة التي قرأناها وكان سبب قراءتنا لها بتؤدة. أننا نريد أن نستشعر القصة جيدا حتى نستطيع أن نطبق عناصر نقد القصة عليها. طبعا لا يخفى عليكم أن أولا كما تشاهدون باللون الأزرق على يمينكم في الأعلى، أولا فكرة هذه القصة والفكرة واضحة، أن فكرة ذلك الشاعر الذي جلس على ذلك المكان وبدأ يفكر أو نزلت اليمامة إليه فبدأ يأخذ من ريشها ريشة ريشة حتى أهلك ذلك الريش، فكان ما يكتب هو قصيدة يمدح بها أو يعني يصف بها جمال الطير وهو يحلق في جو السماء. وهذه حقيقة يعني مدعاة لمعرفة أن هذا الرجل كان يعني غير وفي، حتى يعني لا يهمه تلك اليمامة بقدر ما يهمه ذلك الإنتاج الذي أنتجه. أيضا قد تكون هي الفكرة هذه القصة ترمي إلى البعد النفاق عند كثير من الناس الذي يقولون ما لا يفعلون. قد يكون للكاتب كاتب هذه القصة يعني عمق بعيد يريد به يعني أن يضرب مثلا لأمر ما، أو يريد أن تجري هذه القصة مثل مجرى المثل. أيضا هناك أمامكم كما تشاهدون أيضا الحوادث، والحوادث يعني واضحة ثانيا. طبعا هنا يقول الحوادث طبعا معروفة أنها لها أنواع، وأيضا لها يعني مثل أنواع الحوادث نقول لكم مثلا الحوادث الرئيسية والحوادث الثانوية. طبعا القصة هذه قصيرة لا تحتمل أن يكون هناك حوادث رئيسية وحوادث ثانوية، لكن النسيم الذي كان يهب هذه من الحوادث الثانوية، وقوف الشاعر، كتابة الشاعر، هذه من الحوادث الرئيسية، الكلام الذي قاله في الأخير هذه من الحوادث الرئيسية. الحوادث الثانوية كما تعلمون مثل نزول اليمامة، مثل خنوعها ونزولها إلى عند قدمي ذلك الشاعر. طبعا لا نستطيع أن نمثل كما نمثل في الروايات الطويلة أن هناك حوادث رئيسية وثانوية لقصر القصة. طبعا أيضا من الأمور الحوادث التي مصادر الحوادث كما تشاهدون أيضا، ومصادر الحوادث هي الواقع طبعا والتاريخ والخيال. ولا شك أن هذه أو مصدر الحوادث هنا هو الخيال، لأن تلك اليمامة التي تكلم ذلك الرجل وتنزل إليه وتعطيه من الريش، هذا طبعا كله من الخيال، وقد يكون هنا فائدة الخيال مع محبة كثير من الناس للقصص الخيالية لما يجدون فيها من سهولة وانسياق وحلول سريعة، وأيضا مواكبة هذا العصر بما فيه من خيال واسع. طريقة عرض الحوادث كما تعلمون في هذه القصة هي أسلوب طبعا ضمير، أو أسلوب ضمير المتكلم وضمير الغائب جمع بينهما. لا يوجد هناك ضمير واضح أو في هذه القصة سوى أنه كان يصف وصفا ولا يتكلم عن شخص بعينه، فكان هناك ثم صارت هناك محادثة كما تعلمون بسيطة. ومثل ما قلنا لكم أنه لا نستطيع إنزال كل مقاييس نقد القصة على القصص القصيرة. ننتقل بعد ذلك إلى الشخصيات ثالثا، وهي هناك طبعا منها أنواع الشخصيات كما تعلمون، وقلنا هناك شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية وشخصيات نامية وشخصيات ثابتة. قد تكون الشخصيات كما قلنا لكم سابقا في الدروس، تلك الشخصية قد تكون إنسان وقد تكون أيضا شخصية من الحيوانات كما في يعني الخيال، بل قد تكون أحيانا من الجن كما في كثير من الروايات أو في بعض الروايات. وأيضا ومن العجيب أن قد تكون الشخصية قد تكون عبارة عن شجرة يحادثها ذلك الرجل فتهفو إليه بالرياح فيخرج منها صفير ويكون فيها يعني كأنها تخاطبه وكأنها تحدثه، فيكون هذا أيضا نوع من الشخصيات لا يقصد بها تلك الشخصيات التي فيها روح، ولكن هي الشخصيات الرئيسية كما ذكرنا. هناك شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية وشخصيات نامية وشخصيات ثابتة، هذه لا نستطيع تطبيقها إلا على القصص الروائية الكبيرة الطويلة. طبعا طريقة تصوير الشخصيات هي طبعا هل كانت طريقة الإخبار أو طريقة الكشف؟ طبعا تجلت هناك طريقة الكشف عندما قالت فلما علمت أنه الشاعر
يعني هذه جمعت بين طريقة الإخبار وطريقة الكشف. لم يقل كان هناك شاعر فنزل على ضفة غدير وقال وفعل، ترك ذلك يعني كأنه من سياق تلك الخيالات التي تخيلتها اليمامة أو فكرت فيها. وبالانتقال رابعا إلى الحبكة، أقسام الحبكة طبعا من حيث التركيب كما تشاهدون، هناك الحبكة المتماسكة والحبكة المفككة. طبعا من قصر هذه القصة لا نستطيع تطبيق عليها. الحبكة المفككة هي حبكة متماسكة، صعود نزول واضح، لا يوجد فيها أي نوع من القصص الثانوية والأفكار الثانوية، كلها كانت قصة واحدة قصيرة، مجرد وجهين أو صفحتين لا تستطيع أن تضع فيها تلك الحبكة المفككة. أقسام الحبكة أيضا من حيث الشكل والبناء، طبعا الحبكة هل كانت الحبكة هنا متوازنة أو كانت نازلة أو كانت صاعدة أو كانت ناجحة في النهاية أو كانت حبكة مقلوبة؟ لا شك أن الحبكة في القصص القصيرة غالبها تكون حبكة متوازنة، لأنها لها حدث واحد وخروج ونزول، وضوح الهدف هذا ونزوله على القصة كاملة يعطينا بعدا يجعلنا نعلم أن هذه الحبكة فيها توازن. ذكرنا لكم سابقا الحبكة النازلة هي التي يبدأ فيها البطل بعنفوان وقوة ومجد، ثم يبدأ في الانكشاف، انكشاف أموره، مثلا يكون هو شخص غير نزيه أو شخص يعني تكالبت عليه الأمور فبدأ ينفضح شيئا فشيئا حتى يسقط في النهاية ويكون مثلا شخص مشرد أو شخص كذا، بعدين كان في عز حاله. هذه هي الحبكة النازلة. الحبكة الصاعدة كما قلنا لكم أن يكون الأحداث في ضنك ثم تبدأ ترتفع 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 حتى يصل إلى المجد، وهذه يعني تحدث كثيرا. الحبكة الصاعدة هي الحبكة التي تصعد وتنزل، ذكرناها لكم الحبكة الصاعدة. الحبكة الناجحة في النهاية هي الحبكة التي يفوز فيها البطل في نهاية القصة أو نهاية هذه المسرحية التي يعني تتمثل فيها هذه القصة، وهذا مثلا تكون فيلم ممثل أو شيء فينجح في نهاية هذه القصة. الحبكة المقلوبة كما ذكرنا لكم هي الحبكة التي يكون فيها البطل أو غيره قد وصل إلى نهاية أمره في بداية القصة، ثم يبدأ يسترجع كما قلنا لكم، دخل إلى زنزانته في السجن، أغلق عليه الباب، وضع الطعام أمامه، لم يأكل شيئا، تكلم معه صاحبه أو صاحبه فقال ما لك لا تأكل، إنه من أجود الطعام، إنه طعام جيد مثلا، قال كان بين يدي مثل هذا ولم أكن آكل. فيبدأ يقص قصة ما يسردها أو يأتي بطريقة أخرى، أو يعني يتذكر، يرفع قلادة في يده أو ترفع المرأة من قلادة في يدها فتنظر إليها فتتذكر، فتبدأ بالعودة إلى الأحداث شيئا فشيئا. هذه طبعا تسمى الحبكة المقلوبة. أيضا هناك عناصر الحبكة كما تشاهدون، عناصر الحبكة هي البداية، طبعا كانت بداية القصة بساطة ووصف للمكان الذي ذلك الحجر اليتيم يوحي إليك أن المكان كان لا يعج بي، يعني لا يوجد فيه أحد، مكان صامت، مكان هادئ، مكان يعني فيه من الرومانسية التي يستطيع ذلك الشاعر أن يجد فيها نفسه. ثم بدأ الصراع يفكر، ثم بدأ الريش ينزل، ثم بدأت العقدة، ثم حل النهاية. هذه لا يوجد هناك طبعا أي نوع من أنواع التي نستطيع إنزالها بهذه القوة على القصة القصيرة. قلنا لكم في قصة يوسف مثلا، وأيضا نمثل في قصة موسى عليه السلام في القرآن، بداية القصة مولود صغير يقتل الأبناء في تلك القرية، ثم شيئا فشيئا ترميه والدته أو والدته في ذلك التابوت، فترميه في اليم فيلتقفه عدو لها وعدو له وعدو لله سبحانه وتعالى وعدو له، ثم يتربى في ذلك القصر بعد أن كان شريدا فيكبر، يعني يبدأ الصراع هنا، يقتل قبطيا يعني يخرج من القرية، بدأ الآن الصراع وبدأت العقدة، بدأ يطارد، اخرج منها إني لك من الناصحين، ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى. فتنظر وتجد أن هذه العناصر يعني تستطيع أن تنزلها على القصص الطويلة، أما القصص القصيرة
فلا تستطيع أن يعني تجمع فيها عناصر يعني نقد القصة. تجد أن الحل كان في عندما التجأ آل بني إسرائيل أو التجأ بنو إسرائيل إلى ربهم، فكان هناك انشق البحر فغرق فرعون معه، وجاءت نهاية عظيمة طبعا، أو جاءت نهاية عظيمة. هذه القصة تستطيع أن تجعل فيها بداية وصراع وعقدة وحل ونهاية، كما في قصة يوسف، قصة سليمان عليه السلام، وقصة موسى، وغيرها من القصص الطويلة أو القصص التي أو الروايات التي تقرأ. طبعا خامسا الزمان، طبعا هنا خامسا الزمان، الزمان الواقعي والنفسي. طبعا هو الزمان بالنسبة له هو زمان واقعي، ولكنه في أحداث طبعا خيالية كما نشاهد في الحوادث ومصادر الحوادث، ولكنه زمان واقع، ليس فيه انتقال من وقت لوقت أو ذكريات أو شيء من هذا القبيل. سادسا كما تشاهدون المكان، المكان طبعا عنصر المكان هو ذلك المكان أيضا الذي ليس فيه يعني خيال، وليس فيه يعني بعد يعني غير واقعي، كله كان مكان واقعي، ذلك الغدير وتلك الصخرة. وأيضا سابعا الحوار، مقاييس نقد القصة طبعا الحوار، كان الحوار جميل، كان يعني يردد بعض الكلمات حتى يستطيع القارئ أنه يعني يعرف كيف كانت نبرات ذلك أو نبرات ذلك الشاعر الذي كان على ضفة الغدير، بعض النقاط التي توضع ليعرف أيضا كيف يستطيع أن يحرك أو يجسد تلك الشخصيات. بعد أن أخذنا هذه القصة وقرأنا قراءة سريعة في نقد هذه القصة، نذكركم ملخص الدرس طبعا، وملخص الدرس كما قلنا لكم هو قرأنا قصة قصيرة بعنوان الشاعر بصير، وأيضا طبقنا معايير نقد القصة عليها والتي هي بين يديكم تشاهدونها الآن. وطبعا هناك بعض الملاحظات التي كانت في القصة نستطيع الوقوف عليها كما قلنا في الدرس، يعني بعض الأشياء التي يعني تصادم الخيال الذي كان في ذلك، تلك اليمامة التي هبطت وأعطته ريشها فنزلت بعكازيها تحمله بمنقارها، بعكاز تحمله بمنقارها، يعني كأن الحمامة لما ينتف ريشها لا يبقى من يدها شيء أو من جناحها شيء، بينما هناك اللحم والعظم وغيره، قلنا لكم ذلك في الدرس. هذه القصة نستطيع أننا نقول أن هناك بعض الملاحظات عليها، ولكنها قصة لا شك أنها قوية ورمزية، فيها معاني كثيرة وفيها إسقاطات واضحة، وهذا ما تسنى لنا معرفته في هذه القصة. نقف معكم على تدريباتكم تشاهدون على خريطة الدرس، وهي ستكون نهاية الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول: أجب عن الأسئلة الآتية: ما الدلالة الرمزية لموقف الحمامة؟ الشخص الذي يقدم ويبذل ولا يعني يستطيع التوقف عن البذل حتى يخسر كل ما لديه، وكما نسميها الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء لغيرها، فأخذ الشاعر ذلك الريش لكي يفوز بمجد القصيدة، بينما كان يكتب قصيدة لا يصدق على ما يقوله أو ما يقوله فيها هو نفسه الشاعر، هذا ما رمز له الكاتب في القصيدة. ما الدلالة الرمزية لموقف الشاعر؟ الرجل الذي يقول ما لا يفعل، ذكرنا لكم ذلك سابقا، وقد يكون هناك دلالات أخرى أرادها الكاتب. أجب بنعم أو لا مع ذكر السبب، هذا يرجع إليك أيها الطالب. القصة جميلة والسبب طرافة الفكرة، عنصر المفاجأة في نهايتها جميل، كان هناك عنصر فعلا للمفاجأة في نهايتها، أنه بعد هذا العطاء وبعد هذا البذل أصبح يتكلم عن ذلك الشيء المبذول، وكأنه يتكلم عن جماله وهو يهلكه، وطبعا أسلوبها الجميل أيضا، هذا الأمر كله يرجع إلى الطالب. ما زلنا معكم في التدريبات. يقول: اشتملت القصة على جمل بليغة معبرة مثل زفت إليه أجمل التغاريد. طبعا هذا تشبيه وخيال، يعني كأن تلك التغاريد هو ذلك الموكب من العرس أو الذي يسير وخلفه وخلفه يعني مجموعة من الأنغام وغيرها، طبعا هذه من التعابير الجميلة. وأيضا قوله: وحنى إليه الإلهام فسما إليه، أيضا هذه ترجع إلى يعني ماذا ترى فيها أيها الطالب. وأيضا جال شعاع مقلتيه في الفضاء، كأن مقلتيه التي ينظر إليها في السماء يعني كأنها تجول وتذهب وتعود، يعني كل هذه تشبيهات. طبعا بماذا يمكنك وصف لغة القصة من خلال تلك الجمل؟ طبعا قصة أدبية ذات أسلوب رفيع طبعا لا شك، وأنت لك أيها القارئ ولك أيها الطالب أن يعني يكون هناك لك فكرة في هذه
القصة، وكما قلنا أن النقد ذا روح، أو النقد ذو روح يعني مختلفة عن البلاغة، بما أنه يعني يعتمد على مسألة الذوق أكثر من استخدام المقاييس. أين تجد المعاني الآتية في القصة؟ ما أصابك من سيئة من نفسك، اليمامة التي تهلك ريشة، في النهاية كان يتكلم عن جمال ذلك الريش والطيران به. سلم التنازلات يبدأ بخطوة واحدة، طبعا تلك اليمامة التي أرسلت ريشة ثم طلب أخرى فأرسلت أخرى حتى فني ما عندها من الريش، وهذه طبعا قد تكون تصور لنا أيضا التنازلات، حتى المرأة في حيائها وفي غير ذلك الذي جاء به الشرع، عندما تتنازل واحدة تلو الأخرى تبدأ يعني في سلم التنازلات. ورد عن أحد السلف أنه كان يخوض في الطين ويمشي في الطين ويتحاشى أن يعني يصبغ ثوبه ذلك الطين، فلما أصابه الوحل في مرة ثم أخرى وثالثة أخذ يخوض في الطين خوضا، وهو يبكي ويقول هكذا الذنوب، ذنب فتتحاشى ثم ذنب آخر ثم تخوض في الذنوب خوضا، نسأل الله السلامة والعافية. سلم التنازلات يبدأ بخطوة، هذا واضح، لا تكون لينا فتعصر، لا يعرف الإنسان قيمة الشيء إلا بعد فقده. هذه كلها نتركها لك أيها الطالب الكريم، ضع عنوان مناسب للقصة، وقلنا لكم أن القصة وعنوانها من أهم الأشياء التي تجعل القارئ ينجذب إليها، ولا بد أن يكون هناك عنوان آخر للقصة أو هذا العنوان الموجود. اكتب دراسة نقدية عن هذا النص في ضوء ما درسته من مقاييس نقد القصة، هذا أمر إنشائي تستطيع ترتيبه في ورقة أو في دفتر خارجي. بهذا نكون وصلنا معكم لنهاية مراجعة اليوم التي كانت بعنوان نماذج من النقد التطبيقي للقصة، وكان معنا قصة الشاعر بصير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.